مساء الخير على كل مشاهدين عرب ويد في كل مكان، وحلقه جديده النهارده هتكون مميزه دايما باخبارنا الجديده. وقبل اي حاجه اعرفكم بكريم. ازيك يا كريم؟ منور البرنامج. ازيك يا ايه؟ منور بوجودك. الحقيقه مبسوط جدا ان انا مؤخرا انضميت لكاست او كرو عرب ويد. عرب ويد مش بس هتتابعوها في التلفزيون، هتتابعوها كمان على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام. وعوام هنبتدي بالهايلايتس. ماجد المصري يبدا فيلمه مع محمد سامي قريبا. نجوم مسلسل تحت السيطره في لقاءات خاصه مع عرب ويد. اسرار انسحاب عمرو سعد نهائيا من مسلسل بشر مثلكم. اصابه هاني عادل بازمه صحيه مفاجاه. حكايه هروب الفنانين من مسلسل حب لا يموت بسبب ايمان العصر. شيرين عبد الوهاب ترد على هجوم جورج وسوف. معظمنا متابعين النشاط الفني الملحوظ لنجم الجيل تامر حسني، وده اللي باين من خلال حفلاته الغنائيه في القاهره والاسكندريه واماكن تانيه كتير جوه مصر، ده غير طبعا جولاته الغنائيه بره مصر. تامر حسني من المطربين القليلين جدا في جيله اللي قدر يحقق قاعده جماهيريه سينمائيه، ويمكن المنافس الوحيد ليه هو المطرب حماده هلال. تامر حسني داخل سباق عيد الاضحى بفيلم اهواك اللي من يومين نزل بوسترين للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. البوستر الاول بيجمع كل ابطال الفيلم تامر حسني، غاده عادل، محمود حميده وانتصار، امل رزق، وكمان احمد مالك. اما البوستر الثاني ما فيهوش غير تامر حسني وغاده عادل وقلب احمر بينهم، والبوستر ده بيدل على ان الفيلم من نوعيه الافلام الرومانسيه الكوميديه. تامر حسني قدر يقدم في خلال 11 سنه 7 افلام، وفيلم اهواك هو الفيلم الثامن في مشواره السينمائي. وكان اول فيلم لتامر هو حاله حب اللي قدمه من خلال بطوله جماعيه في 2004. شارك في الفيلم ده هاني سلامه، هند صبري، شريف رمزي، زينه، دنيا، مها ابو عوف، سامي العدل. اما العمل كان من اخراج سعد هنداوي. بغني في اماكن لما بكون عايز اغني، وبصراحه لما بحتاج فلوس يعني، وبروح الجامعه ايام الامتحانات، وكتير باجي هنا. اهو الغنى ده هو اللي وصلني ليك. اهو الغنى ده بقى اللي ما بينامنيش، بحارب يا سيف، بحارب عشان اغني اللي انا عايزه واللي انا حاسه. انت بقى وصلت لايه؟ درست اخراج، اشتغلت اعلانات ودعايه، وعملت شويه افلام قصيره. بصراحه بقى كده انت افتكرتنا ازاي؟ ايه اللي خلاك تدور علينا بعد كل السنين دي؟ الشاي ده شكله حلو قوي. ما اتجاوبتش. سيبك بقى من الاسئله والاجابات. لا تسال بعيدنا ليه ولا تجمعنا ازاي. المهم ان احنا مع بعض، مش ده كفايه؟ وفي 2005 شارك تامر حسني الفنانة عبلة كامل في بطولة فيلم السيد العاطفي، وأثبت تامر من خلال الفيلم إنه مشروع ممثل كوميدي شاطر جدا. الفيلم حقق نجاح في الفترة دي لسببين. السبب الأول إن الفترة دي كانت قمة نجاح الفنانة عبلة كامل، وقدمت فيها بطولة أكتر من عمل. والسبب الثاني هو تامر حسني اللي قدر يكون قاعدة جماهيرية كبيرة ويبقى ليه شعبية على مستوى الغنى والتمثيل. سيد العاطفي من تأليف بلال فضل ومن إخراج علي رجب، وشارك فيه طلعت زكريا، نور، زينة، وحيد سيف، لطفي لبيب، وكمان نشوى مصطفى. اجري في البيت تحبك، حب البيت تكرفك. البيت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقولك لا انت اول واحد يبصني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين حبيبي؟ تعالى بناديلك تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك. وانت بقى وكلامك عن امك. وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انا التاكسي ده عاملاه مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. This is the last sons of Mankara. This كرع. خدوا ست رعايا، خدوا اربعة جاي. والعب براس حربة واحد، حمادة شنح، والهجمة المرتدة وجول، وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونة يا خالتي. اشمعنى؟ الأكل محتاجه. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم؟ استنى بس. انت بقى اللي نفسك ده انا هقطعك واشفيك. وقرر تامر حسني في 2007 انه يقدم فيلم يبقى اول بطولة سينمائية حقيقية ليه، وكمان من تأليفه هو، وهو فيلم عمر وسلمى بارت 1. الفيلم ده نجح جدا وقت عرضه لان كان فيه كيمياء واضحه بين تامر حسني ومي عز الدين على الشاشه، ده غير ان الفيلم من نوعيه الكوميديا الرومانسيه، وهي نوعيه سهله تنجح وتحقق ايرادات في وجود نجمين زي تامر ومي. الفيلم كان من اخراج اكرم فريد، وشارك فيه عزت ابو عوف ومروه عبد المنعم وميس حمدان. Thank you.
احس بايه وانا في حضن قلبك ببقى عايز اقولك ايه يا محلى الدنيا وانا جنبك يا كل منى محتاج لك يا محلى الدنيا وانا جنبك يا كل منى محتاج لك حبيبي يا عمري ما تسيبنيش وحياة أغلى حاجة عندك وما يحرمنيش منك وما يبعدنيش عنك وما يحرمنيش منك وما يبعدنيش عنك. بعد ما شارك تامر حسني زينة في أول فيلمين ليه وهم حالة حب وسيد العاطفي قرر تامر في 2008 أنه يشارك زينة لثالث مرة في رابع فيلم ليه وهو كابتن هيما. فيلم كابتن هيما من نفس نوعية الكوميدي الرومانسي واللي واضح جدا انها بقت نفس التيمة اللي ماشي عليها تامر حسني في كل افلامه. الفيلم من تأليف واخراج نصر محروس اللي بدأ معاه تامر مشواره الفني ويشارك فيه احمد زاهر مروة عبد المنعم احمد راتب ودنيا. تعرف ان انت تركيبة غريبة قوي؟ ازاي ملوش في الكلام ده؟ بعدين حبينا مرة وخلصت. ما تضحكش على نفسك اهي. مش احسن ما خلي الناس تضحك عليا؟ عارف يا توتا انا مش هرتاح في حياتي غير لما تكبري واشوفك عروسه جنب عريسك في الكوش. يا رب يكون شاب. لازم اعيش عشان خاطر فاطمه، هي ملهاش غيري وانا ملهاش غيري. يا لهوي فاطمه فاطمه. تعرفي صاحب الصوره دي؟ لا اكيد مش هو. وقعت يا ابراهيم. مريم انا بحبك بحبك قوي. انا اكتر واحده حاسه بيك يا ابراهيم. اللي يحب ما ينفعش يكتف ويموت احساسه جواه. انت حبيبي في الليله دي كلها كبيرك انك تسوق لنا العربيه اللي هنتسافر فيها. قلب الانثى قلب الانثى. وفي 2009 قرر تامر انه يقدم جزء تاني من عمر وسلمى بنفس ابطاله، وزي ما الجزء الاول نجح كمان الجزء التاني حقق نجاح كبير. عمر وسلمى 2 برضو كان من تاليف تامر حسني ومن اخراج احمد البدري. ولا كده انا كان قلبي حاسس ان هي زفت البطاريه. طب كارك كده كارك اهو يا اختي مفيش حاجه. بس يا فالح ده طلع سير الدينامو. سير الدينامو هعمل انا ايه دلوقتي؟ طب شوف كده مية مية يا اولاد القرده. ايه ده القرده كانت قصدي مامي كانت ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه اتشليت؟ سلمى الحمد لله على السلامة يا حبيبي. أنا كان قلبي حاسس إن أنا هاجي ألاقي ولادي في الأحداث. وكنتوا بتاخدهم فين يا عمر في الأجازة؟ الحرفيين؟ أنت جننت رسمي. كنت زعلان كده ليه في الشارع؟ وقف يا مكلمني بتوع أنا لما أكون مكلمني بتوع زي المعز الإسماعيلي مش أنا وسيمان إيه؟ إيه ده عيب؟ كده مش طافي؟ طب اتفضل اطلع فوق بسرعة. إيه؟ ستاتنا ما بتجيش غير بالزعيق. يعجبني فيك يا استاذ عمر شخصيتك الجويه. قول لي يا عم فادي ما رحتش السينما قبل كده؟ اني لا. طيب خد دي بكره تاخد مراتك وابنك وتطلع السينما اللي هنا دي حفله الساعه 3. ما ينفعش ميد نايت. طيب هو فيلم فاينل ديستنيشن نزل فور مش سلسلة أفلام عمر وسلمى بس هي اللي كانت من تأليف تامر حسني، كمان فيلم نور عيني اللي قدمه سنة 2010 مع منة شلبي كان كمان تأليف. الفيلم أخرجه وائل إحسان وشارك فيه عبير صبري مروة عبد المنعم منة فضالي عمرو يوسف والمطرب كريم محسن. هو ده اللي هيصنع يا قلبي وهيحافظ علينا أنا وأنت يا تطمن قلبه على حاله على حاله واحلف له ان ما فيه
في 2011 قرر تامر حسني انه يبعد عن السينما ويدخل عالم الدراما التلفزيونيه، وقدم خلال الموسم الرمضاني مسلسل ادم، وقدر تامر انه ياخد مركز متقدم جدا في سباق موسم رمضان 2011. وفي 2012 قدم تامر مع مي برضو الجزء الثالث والاخير لفيلم عمر وسلمى، لكن الجزء الثالث ما قدرش يحقق نفس نجاح الجزئين الاولانيين. اشمعنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني، كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني اروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع كده. حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا، ربنا يخليهم لك. وبعد تامر عن السينما مرة تانية بعد ما قدم الجزء الثالث من عمر وسلمى في 2012، لكن في 2014 قرر يدخل السباق الرمضاني مرة تانية من خلال مسلسل فرق توقيت اللي محققش نجاح مسلسل آدم التجربة الأولى ليه في الدراما التلفزيونية. بعد غيابه عن السينما 3 سنين، تامر حسني راجع بكمباك قوي جدا من خلال فيلم اهواك اللي هيقدمه لنا السيزون الجاي في عيد الاضحى. طبعا يا كريم، واكيد بعد عيد الاضحى وفي قرب وقت هنقدر نقول اذا كان تامر اثبت نجاحه وزي نجاحاته اللي قبل كده ولا لا. عارفه في ناس كده اول ما تقابليهم ايه العمل الجديد اللي بتحضر له النجمه هند صبري اليومين دول؟ هنعرف بعد شويه. بيستعد الفنان خالد ابو النجا لعرض فيلمه الجديد عيون الحراميه في دور العرض في الاردن، وبيشارك ابو النجا في بطوله الفيلم عدد كبير من الممثلين اللبنانيين، وكمان بتشارك معاه في الفيلم الفنانه الجزائريه سعاد ماسي اللي كلنا عارفينها من خلال الاندر جراوند ميوزك اللي دايما بتسمعها لنا. اكد الفنان ماجد المصري انه هيبدا قريب جلسات عمل مع المخرج محمد سامي لتحضير فيلمهم الجديد، وكشف ماجد عن سبب تاجيل تحضير الفيلم لحد دلوقتي وهو انشغال محمد سامي بفيلم اهواك مع النجم تامر حسني. ايام قليله ويبدا المخرج محمد النقلي بتصوير المسلسل الجديد ليله زفاف بمشاركه كبيره من الفنانين، وبيشارك في بطوله المسلسل فريال يوسف واميره فتحي واحمد صلاح حسني. المسلسل تاليف احمد صبحي وهيتعرض ان شاء الله يناير الجاي. بدأ المخرج عاصم نجاتي جلسات عمل المسرحية الجديدة لعيال رجعت لعرضها خلال الفترة الجاية، وبيشارك في المسرحية الفنانات كريمة مختار وعايدة رياض ونادية شكري، وهي الجزء الثاني من المسرحية الشهيرة العيال كبرت. الفنانة هالة صدقي اتعقدت على المشاركة في المسلسل الجديد للنساء فقط، وهتبدأ تصويره الشهر الجاي، والمسلسل بيشارك في بطولته إيمان العاصي وهالة فاخر وأميرة فتحي، ومن تأليف أحمد عزت وإخراج سارة وفيق. النجمة هند صبري مشغولة بعقد جلسات عمل لاختيار سيناريو مسلسلها الجديد اللي هتظهر بيه في رمضان الجاي. المسلسل هيكون من إنتاج صادق الصباح، وهترجع بيه هند تاني للدراما التلفزيونية بعد غيابها، وكان آخر مسلسلاتها إمبراطورية مين. اتعرض الفنان هاني عادل لحالة إغماء وإعياء شديدة سببها ألم في معدته أفقده اتزانه وانخفاض في ضغط الدم وهبوط في الدورة الدموية. بعدها انتقل هاني للمستشفى لغاية ما استقرت حالته الصحية والدكاترة طمنوه وخرج بعدها. وطبعا احنا كل جمهور الفنان بنقول له الحمد لله على سلامته. ايه علاقة المطربة إيلي جولدينج بفيلم جيمس بوند الجديد؟ هنعرف بعد شوية. كو
كودي هو أخو الراحل بول ووكر، هيشارك في USS إنديانابوليس وهي دراما عن الحرب العالمية الثانية ومن بطولة نيكولاس كيج. طبعاً كلنا فاكرين لما كودي أنقذ فيلم فيوريوس 7 لما كمل مشاهد أخوه بول ووكر بعد وفاته في الحادث المأساوي، ودلوقتي كودي هيكمل مشوار أخوه في التمثيل. بعد ما اتسرق حسابها على تويتر اعلنت اما ستون انها خلاص ودعت تويتر، الا انها لمحت انه ممكن يكون عندها حساب سري على السوشيال ميديا بتتابع من خلاله الانترنت. اما حكت قبل كده ان عندها صفحه سريه على بينترست بتحتفظ بيها بصور منزل احلامها وبعض العبارات الروحانيه المقتبسه، بس قالت ان لو حد شاف الاكونت ده هتبقى فضيحه. لمحت ألي جولدينج إنها احتمال كبير تغني أغنية فيلم جيمس بوند الجاي، وخصوصاً إنها نشرت عبارة على تويتر بتقول Live and Let Die، وده نفس اسم الأغنية اللي غناها بول ماكارتني في فيلم جيمس بوند اللي كان بيحمل نفس اسم الأغنية سنة 73. إحنا في انتظار تصريح رسمي قريب، خصوصاً إن الفيلم مفروض ينزل في نوفمبر الجاي. كل القلوب ارتاوا بعد شوية هنعرف مع بعض مين الممثل الكبير اللي مايا كساب اعترفت بحبها ليه. الفنانة السورية سلافة وخيرجي حضرت مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي اللي ابتدى من أيام، ونشرت صورة على حسابها على إنستغرام جمعتها بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي. جمهور سلاف عجبتهم الصورة، واحدة فيهم كتبت لها الله يكون معاك ويوفقك وين ما كنتي، انتي القمر والشمس. المطرب الشاب محمد عساف احتفل من ايام بعيد ميلاده. عساف نشر صوره على صفحته في فيسبوك من احتفال اصدقائه وجمهوره بيه في الاردن وكمان في مدينه رام الله وغزه في فلسطين. جمهور عساف هنوه في تعليقاتهم بالمناسبه دي، واحده فيهم كتبت في التعليق كل عام وانت محبوب الجماهير. الفنان رامي صبري نشر مقطع فيديو ليه على صفحته على الفيسبوك وهو في الاستوديو بيسجل اغاني البومه الجديد اجمل ليالي العمر. جمهور رامي عجبه الفيديو، واحده فيهم سالته في تعليقاتها على ميعاد طرحه للالبوم وقالت له امتى بقى انا مستنياه بفارغ الصبر. معجبه من معجبات المطرب الشاب سعد رمضان فاجئته مفاجاه لطيفه جدا وهو بيصور مقطع فيديو لجمهوره، وظهرت فجاه من وراه وقالت انها كمان بتحبه. سعد كان سعيد جدا بالحركه دي ونشر الفيديو على حسابه وكتب في التعليق عليها من اهضم المعجبين من الاردن، فاجئتني وانا عم صور فيديو كتير مهضومه. الفنانة مايا كساب أكدت أنها بتحب الفنان سيد رجب جدا، ونشرت صورة ليه معاها على حسابها على إنستغرام وكتبت في تعليقها على الصورة أنا بحب الممثل ده جدا، أستاذ سيد رجب فرحت أني شفتك، بروفيسور تمثيل ربنا يكتر من أمثالك. النجمة دنيا سمير غانم أشعلت حسابها على إنستغرام بالصور اللي نشرتها ليها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان وهم على البحر في العالمين. جمهور دنيا عجبتهم الصورة جدا وأكدوا إن هم بيحبوهم هما الاتنين، واحدة فيهم كتبت في تعليق أنتوا بالاتنين عسل قوي. أخبار جديدة عن النجمة أنغام هنعرفها مع بعض بس بعد شوية. أيام قليلة وهتبدأ المطربة يارا تسجيل أغاني ألبومها الجديد في أحد استوديوهات بيروت. يارا انتهت الفترة اللي فاتت من اختيار الأغاني الألبوم باللهجتين المصرية واللبنانية، ولسه ما قررتش لغاية دلوقتي ميعاد نهائي لطرح الألبوم. Shall give you.
النجمة الكبيرة سميرة سعيد قررت استبعاد أغنيتها زعلنا من بعض من ألبومها الجديد. سميرة اتفقت مع محمد يحيى ملحن الأغنية على طرحها بشكل منفرد بعد طرح الألبوم، واللي اختارت له اسم عايزة أعيش، وإن شاء الله هينزل في عيد الأضحى الجاي. احمد جمال طرح برومو اغنيته الجديده اضحكي قبل ايام قليله من طرح الكليب على القنوات الفضائيه. الاغنيه واحده من اغنيات البوم يلا نعيش، واللي هينزله في الاسواق الشهر اللي جاي. اعلن الشاعر ايمن بهجت قمر عن تاسيس اول نقابه لشعراء مصر، وحصل على موافقة من نقابة المهن الموسيقية وكمان نقابة المهن التمثيلية. واجتمع أيمن الأسبوع اللي فات مع عدد كبير من الشعراء، اتفقوا على اختيار مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة هيضم الشعراء بهاء الدين محمد وهاني عبد الكريم وعوض بدوي وحسن عطية. أما النجمة أنغام فبتحضر لمفاجأة غنائية مع شركة روتانا بعد عودة التعاون بين الطرفين من جديد. ونشرت شركة روتانا على صفحتها بموقع فيسبوك صورة للنجمة الكبيرة وطلبت من الجمهور تخمين شكل المفاجأة، وهل هو كليب ولا ألبوم غنائي كامل. كل ما نقرب لبعض كل ما يزيد الاشتياق، كل ما نحب الوقت كل ما نخاف من الفراق، كل ما نقرب لبعض كل ما يزيد الاشتياق، كل ما نحب ايه علاقة ايمان العاصي بانسحاب الفنانات من حب لا يموت؟ خليكم معانا ثواني وهنقول لكم كل التفاصيل. انتشرت مؤخرا اخبار كتير بتاكد ان النجمة انوشكا اتعاقدت على بطولة مسرحية قواعد العشق الاربعون، لكن انوشكا نفت كل الاخبار دي وقالت انها ما اتعاقدتش على المسرحية وانها لحد دلوقتي لسه بتقراها وقدامها ايام وتقرر موقفها منها. انوشكا كمان اكدت انها سعيدة جدا بالانتعاشة اللي بيعيشها المسرح الفترة دي، خصوصا بعد رجوع النجم يحيى الفخراني. نشرت عدد من المواقع الإلكترونية أخبار بتأكد فيها أن النجم عمرو سعد فسخ تعاقده مع المنتج ممدوح شاهين على بطولة مسلسل بشر مثلكم، وده بسبب تأجيل المسلسل لأكثر من مرة بسبب مشكلات إنتاجية وتسويقية. وبعد فسخ العقد اتعاقد عمرو سعد مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل هيقدمه في رمضان 2016.
يظهر ان انسحاب النجمات من بطولة مسلسل حب لا يموت السبب فيه هو بطلة العمل الفنانة ايمان العاصي، وده اللي اكده بعض المقربين من المسلسل، واكدوا ان بطلات كتير قرروا ان هم ينسحبوا منه ورفضوه عشان شايفين ان ايمان العاصي مش نجمة لدرجة انها تشيل بطولة المسلسل. الاخبار دي ناس كتير صدقوها، خصوصا ان مخرج العمل محمد النقلي بيدور حاليا على بطلات جداد للعمل بعد انسحاب مي سليم وريم البارودي وكمان فريال يوسف. ردت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي لبرنامج المواهب The Voice على الانتقادات اللي واجهها سلطان الطرب جورج وسوف للنجوم اللي بتشارك في لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب. شيرين قالت ان جورج وسوف من حقه يقول رأيه، لكن من الصعب تعميم وجهة نظره على كل الفنانين، لان الفنان اللي بيختار كلمة ولحن بيردده الشعب بالكامل صعب ما يكونش قادر على اختيار الأصوات او تقييمها. تفاصيل تكريم مسلسل تحت السيطرة وغرام على الانستغرام هنشوفها بعد شوية. أقيم الأسبوع اللي فات حفل توزيع جوائز مهرجان اختار حياتك، واللي بينظمه المركز الكاثوليكي، وكرم من خلاله الأعمال اللي بتحارب مشاكل التدخين والمخدرات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان، وفاز بجوائز المهرجان مسلسل تحت السيطرة والمسلسل الإذاعي غرام على الإنستغرام. كاميرا عرب وود كانت موجودة في الاحتفال ورجعت لكم بلقاءات مع النجوم اللي حضروا، ومن ضمنهم سامح السريتي اللي كلمنا عن حرص وزارة التضامن على الوجود في الاحتفالية الفنية. بما أنه هناك مسألة الإنتاج الفني متروكة لرأس المال الخاص، فلابد من تشجيع وتحذير في نفس الوقت، وده بيكون من مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني. فبعد البروتوكول اللي كنا وقعناه قبل كده مع وزارة التضامن باسم اتحاد الفنانين مع وزارة اتحاد النقابات المهنية مع وزارة التضامن، ابتدى ده نتاج هذا البروتوكول. ابتدى بعد كده بقى في دور مباشر لهذه الوزارة انها تقول اللي اجاد تقول له شكرا. هنا بتشجع، ما بتقولش ان دي مجرد حبر على ورق بنعمل تعهدات ووثائق ومسائل بالشكل ده ولا تفعل يعني. فتفعلها هو نموذج ليه اللي حصل النهاردة، ان احنا نبتدي نشوف ايه المسلسلات اللي اجادت، ايه المسلسلات اللي قامت بدور للتحذير من خطر الادمان والتدخين، وايه المسلسلات اللي كانت خالية تماما من التدخين، وبتبتدي تكرم او تشجع بشكل ما النهاردة في هذا اليوم. وكشف سامح السريتي في حديثه معانا عن اكتر حاجة لفتت انتباهه في الاعمال دي، وكمان كلمنا عن دراما رمضان 2015. انا الحقيقة في 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 من مسلسل تحت ستار انا ما تابعتش كويس قوي الاعمال الرمضانية، لكن شفت حوالي 6 مشاهد تقريبا او 7 مشاهد من المسلسل. لو هذا المسلسل ما فيهوش الا 7 مشاهد دول يكفيني. هذا مرعبين، يكرهه اي حد في التدخين او في الاقبال على اي مخدرات او اي مكافحات، شيء مرعب. مهما قدم من تفاصيل، ما هو الفن التفاصيل، مهما قدم في التفاصيل بيبقى بيحذرك منها. لكن اللي بيقول ان احنا تعلمنا من التفاصيل ده هو اساسا عنده اراده، لو ما تعلمهاش بقى هيتعلمها من حته تانية، عنده رغبه، ما عندوش كنترول اسري وما عندوش كنترول يعني مجتمع، هو نفس ضعيفه. بل بالعكس لما يلاقي هذه التفاصيل ويلاقي نتائجها كده مش هيقرب على التفاصيل، لكن طبعا لما يكون هو بيحذر، لكن اذا هو بيجملها فده موضوع تاني وما بيعتبرش فن يعني. الناقدة ماجدة موريس كانت من لجنة التحكيم اللي اختارت تكريم مسلسل تحت السيطرة. سألناها عن كيفية الاختيار وطلبنا منها ترد على الاتهامات اللي وجهت المسلسل وعن تشجيعه للإدمان. تعالوا نشوف قالت لنا ايه. هذا المسلسل حينما يقال انه هو بيشجع على الإدمان، الحقيقة اللي قال كده معناه انه ما شافوش كله وما شافوش كويس. انا ضد انك انت تحكم على عمل فني من غير ما تشوفه كله، وغير ما تشوفه كويس باهتمام شديد، لأن حكمك ده خصوصا إذا كنت إعلامي أو مؤثر في الرأي العام بيأثر على فئات كثيرة جدا. هذا المسلسل تقدر تقول إنه هو قدم العملية الفنية من الألف للياء،
قدم القضية كمان قضية الإدمان والتعاطي من البداية للنهاية في دايرة بتجمع كل شيء، المجتمع والأصدقاء والأسرة والمعالجين والأمن، كل شيء قدمه وبالتالي لم يغفل أي شيء. أما الأب بطرس دانيال فكلمنا عن الاحتفالية بشكل عام ودافع عن مسلسل تحت السيطرة ضد الاتهامات اللي وجهها البعض ليه. هو النهاردة الاحتفال بيتسمى المهرجان الأول تحت عنوان اختار حياتك، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمركز الكاثوليكي المصري للسينما اخترنا مسلسل أي أعمال درامية اللي بالفعل ساهمت وساعدت على توعية الشباب على خطورة المخدرات والتعاطي، وفي نفس الوقت إنها بتحاول تعالج أكتر، لأن طرق العلاج مختلفة، مش طرق بس أدوية الأخر، وكمان في طرق خارجية لما توعي الشباب. وإحنا عارفين كلنا إزاي إن الأعمال الدرامية والفنية يا إما بالسلب أو الإيجاب تأثر على الشباب. إحنا بيقولوا عندنا في مصر بين 10% مدمنين، نسبة عالية جدا، ومعظمهم من الشباب المراهقين. فطبعا إحنا بنفقد ثروات كبيرة جدا لشبابنا وطاقات كبيرة، فإحنا بنتمنى دايما بنطالب من كل الأعمال الفنية بأنهم يكونوا بالفعل سفراء للعمل الخير، سفراء لبناء المجتمع، سفراء لبناء الشباب. هو تحت السيطرة في الأول بالفعل كتير، ومن ضمن الناس كان في عميد في القوات المسلحة دكتور متخصص في علاج الإدمان والتعاطي، الأول كان وقف قصاده يرفع قضية، بعد كده قال لا، اكتشفت انه ده من أجمل أنواع العلاج لينا كان المسلسل ده، لأنه بين كل سلبيات التعاطي والإدمان، كل السلبيات الخطيرة اقتصادية واجتماعية ونفسية، وتصل إن الشاب يغتصب أخته، تصل إن اللي يدمر أسرته، بالآخر ده بين الزوج والزوجة، الأخ وأخته. يعني طبعا كل ما يكون في الأعمال الدرامية بتساعد على التوعية زي مسلسل تحت السيطرة بتغير كتير. عشان كده قالوا أبطال ومبدعي المسلسل لو سمحتوا انتظروا لنهاية المسلسل، هم فاهمين أحسن مننا، فلازم ننتظر عشان نحكم بعد كده. جاء حكم تقريبا الشعب المصري كله انه المسلسل بالفعل هادف جدا وليه رساله للشباب، بيوعيه وبيوعي الاهالي انهم يخلي بالهم ازاي يكتشفوا ابنهم او بنتهم بتتعاطى او لا. ومن ضمن الفنانين اللي حرصوا على حضور الاحتفاليه الفنان محمد ابو داود، وكلمنا عن تجربه تحت السيطره لمكافحه الادمان. هذه التجربه لمكافحه الادمان بكل اشكاله وكل مستوياته نحن جميعا ندعمها، والأساس دور الدراما في محاربة الإدمان. وطبعا في نماذج كتير على مدار السنين أو السنوات الطويلة الماضية، إنما بنتكلم الآن أو في هذا العام عن مسلسل تحت السيطرة، واللي بنشكر جميع صناعه اللي هم استطاعوا من خلال ده إن هم يقدموا عمل جيد جدا. وكان لينا لقاء مع الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل غرام على الإنستجرام، وكلمنا عن العمل والرسالة اللي قدمها من خلاله. أولاً أنا بشكر كل القائمين على هذا التكريم، وعلى رأسهم السيدة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي. الفكرة اللي أطلقها صندوق المكافحة المخدرات تحت الأستاذ أو تحت رئاسة الأستاذ عمرو عثمان كانت فكرة طيبة جداً، وهي فكرة البروتوكول اللي اتعمل أو ميثاق الشرف اللي اتعمل مع مؤلفي الدراما. والحقيقة أنا كنت حاضر للمناقشات اللي تمت قبل كده، واكتشفت أن هناك أزمة كبيرة يعاني منها المجتمع المصري، وخطورة للعمل الدرامي اللي ممكن يجعل بعض الناس تتجه إلى المخدرات، ولابد من علاج المشكلة دي. والحقيقة هم كانوا من الوعي بأنهم يحطوا قواعد ويحطوا الميثاق الشرف اللي احنا اتفقنا عليه ده، والحقيقة أنا التزمت بهذا في المسلسل الإذاعي غرام على الانستجرام، وبناء عليه هم النهاردة دعوني للتكريم، لأن المسلسل كان بيدعو أيضا لعملية علاج الإدمان عن طريق الخط الساخن والاتصال به، اللي هو العلاج اللي إن الدولة بتقوم بمجهود كبير جدا في المجال ده، ومجهود مجاني والناس كلها وبشكل سري، يعني أي حد بيتصل بالخط الساخن ده بيبقى بشكل سري جدا، محدش بيعرف عنه أي حاجة خالص، بيتاخد بيروح يتعالج في سرية تامة ويعاد تأهيله للمجتمع مرة أخرى. فده شيء عظيم جدا الدولة بتعمله، دور مهم جدا، وإحنا كفنانين دورنا إن إحنا نبقى معاهم ونحط إيدينا في إيديهم ونطور ده ونقدمه للناس.
أما المنتج الكبير جمال العدل منتج مسلسل تحت السيطرة، فكان لينا لقاء مهم معاه اتكلم فيه عن الانتقادات اللي توجهت للمسلسل، وكمان كلمنا عن الهجوم اللي حصل على مسلسله التاني وهو حارة اليهود. تعالوا نعرف قال ايه لكاميرا أرابود. لما هو زي حارة اليهود برضو قال لك بنشجع اليهود بتاع، عادة الناس ما بتديناش فرصة زي كون بنحكي حكاية وبنكتب مقالة. ده عمل درامي 30 حلقة، الناس عشان اللي جاي مش بتكلم على ده يهتموا لما يتفرجوا لغايه الاخر وبعدين يحكموا. انا شايف ان احنا قدمنا قضايا، مش قضيه واحده، قضايا مهمه جدا السنه دي في بين الصلاه عن التعليم وحاره اليهود عن تقبل الاخر كمسلم ومسيحي ويهودي مصري. اهم حاجه انه يبقى مصري، كلنا اخوان في الوطن. وطبعا موضوع الادمان اللي احنا فيه النهارده ده موضوع مهم جدا. انا بشوف انه دلوقتي دخل اغلب العائلات والسواء مش ضروري بادمان مخدرات، على فكره ادمان انواعه كتير، انما بنشوف انها بتناقش قضيه مهمه على مستوى الوطن العربي كله. واحنا دورنا عملنا يعني تنبيه، وانا اعتقد ان المفروض الدوله بقى تهتم اكتر شويه بالقصه دي وتعتني بها اكتر من كده. من الاعمال الجديده اللي بدا تصويرها وبينتجها جمال العدل مسلسل واحه الغروب للمخرجه كامله ابو ذكري. جمال العدل كلمنا عن المسلسل وكشف لكاميرا أرابو تفاصيل كتير هنشوفها دلوقتي. السنه اللي فاتت واحنا كنا بنعمله كنا بنحضره وما كناش لسه رشحنا حد. نقل كريم عندها مسلسل مهم جدا مع مريم نعوم وهاني خليفه المخرج، اول مره يعمل دراما تلفزيونيه معايا باذن الله. والناحيه الثانيه احتمال يعني غالبا يعني لغايه دلوقتي لسه، بس غالبا هيبقى منى شلبي. ده خبر جديد ده باذن الله. بس مفيش خلاف خالص خالص خالص، احنا ما عندناش خلاف ما في اي حته في اي موضوع. هي كامله ابو ذكري بتشوف، والكتابه اللي طلعت يعني زي ما بيقولوا دور بينادي صعبه. وفي حوارنا مع الفنان سامي مغاوري كلمنا عن مشاركه الدوله وتشجيعها للاعمال الفنيه الهادفه. يعني انا اقول بالاضافه لاننا بنحتفي بعمل درامي، بقول ان احنا بنحتفي بتوجه الدوله للمشاركه مع الفن الاثنين في مواجهه هذا الخطر المحدق بالمجتمع وبالامه وبالشباب. في الحقيقه طول عمر الدوله في فترات الاستقرار وفي فترات التوجه المحترمه بتبقى واقفه مع الفن في هذا التوجه. احنا سعداء جدا بهذه الشراكه وهذه المشاركه، ان الفنانين والدوله في اتجاه واحد في خط فكر واحد. فمبروك للمسلسل ومبروك للسيدة الوزيرة ومبروك للصندوق. وكمان كان لنا لقاء خاص جدا مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، كلمتنا فيه عن تكريم الدولة للأعمال الفنية وقالت ان قضايا الإدمان ما تقلش أبدا عن قضايا الإرهاب. يعني احنا النهارده وزاره التضامن الاجتماعي مع المركز الكاثوليكي بنحتفل بمجموعه من الاعمال الفنيه اللي تم اذاعتها وعرضها في شهر رمضان من زاويه تناولها لقضيه الادمان والتعاطي. عندنا مسلسلات اذاعيه ومسلسلات تلفزيونيه تناولت هذه الظاهره بالتحليل وكشفت عن الواقع المؤلم فيها وناقشت الموضوع بواقعيه شديده. فالنهارده بنكرم مجموعه من الفنانين الكبار سواء الممثلين او كتاب السيناريو او المخرجين اللي كان ليهم دور في اثاره الوعي. ايضا بنعلن نتائج المرصد الاعلامي اللي رصد مشاهد التلفزيون ومشاهد في التلفزيون وفي الاذاعه وفي المسلسلات نسبه التعاطي والتدخين في هذه المسلسلات. المرصد الاعلامي بيشتغل بقاله 4 سنين، فايضا هنعرض مقارنه لتطور هذا العرض للتعاطي والادمان وهذا التناول في ال4 سنوات اللي فاتوا 2010 لحد 2014. استنونا ثواني عشان تشوفوا معانا لقاء كاميرا أرابود بالنجمة نيلي كريم وجميلة عوض وأحمد وفيق. ولسه مكملين معاكم ومع نجوم الأعمال اللي بتواجه الإدمان، وطبعا أهمهم نجوم مسلسل تحت السيطرة. وقابلنا الفنان أحمد وفيق اللي قدم دور طارق في المسلسل وكلمنا عن التجربة دي وكمان كشف لنا عن الأعمال الجديدة. بقول يعني بسترجع فخري بنفسي كفنان، انك تبقى فخور انك فنان، انك تبقى فنان بتضيف قيمه لمجتمعك. اعتقد المسلسل ده من الاضافات مش للفن بس، اضافه للمجتمع، اضافه للانسانيه نفسها. اعتقد ان المجموعه كلها كانت عندها روح واحده، روح ان احنا بنقدم حاجه مش مجرد فن بس. التكريم انا نفسي بنتقي مين اللي يكرم، يعني مش دايما انت عارف التكريمات كترت، ولكن هناك جهات
لما تكرمك انت بتشعر بالفخر وبتشعر بالاعتزاز، بتحس ان انت خدت خطوه كويسه وقدرت تعمل حاجه لبلدك على الاقل. يعني الجديد والله انا قاعد اعرف ورق، يعني قاعد ارفض في حاجات وحاجات لسه قاعد ادرسها، بس اللي هو يعني ايه الخطوه الاخيره مخلياك تبقى، رغم ان انا متاني بطبعي يعني، بس المره دي التاني اكثر عشان ما اكسبش الجمهور. انا مش يعني الجديد ما فيش غير الليله الكبيره. لا والله انا هقول لك لسه رافض مسلسل يعني ده خبر يعني، ما حدش بيتكلم عن رافض مسلسل، بس لسه رافض مسلسل اللي هي المواسم اللي في النص يعني ما بين قبل رمضان. يعني بدور على، يعني انا بدور في الورق على الحاجه اللي انا ما عملتهاش او حاجه اللي هتضيف لي وابقى قيمه مضافه لاي عمل اللي بقدمه، بس ده دي شروطي. لا الشروط عندي تبقى كده ان انا ابقى اضيف حاجه يعني. ودلوقتي هنسيبكم مع باقي لقاءات كاميرا عرب وود مع نيلي كريم وجميله عوض وماجد الكدواني والكاتبه مريم نعوم نجوم مسلسل تحت السيطره. هنشوف معاهم كمان الفنان محمد صبحي، تعالوا نتفرج هيقولوا لنا ايه. عايز اشكر كل الناس، عايز اشكر الجمهور وعايز اشكر كل فريق العمل طبعا. انا سعيده بالتكريم الحمد لله، وسعيده ان المسلسل وصل لاكبر يعني للجمهور وانه الدوله اهتمت بالموضوع، واتمنى ده يبقى خطوه في البدايه. عايزه اقول الحمد لله على كل حاجه بجد، بس كده مش عندي حاجه تانية اقولها. هو الفنان موقف واختيار وزي والبركه فيهم الحقيقه، لان هم عملوا مجهود خرافي وهم يستحقوا كل شكر، وهذا النجاح من حقهم هم. ولكن زي ما قلنا جوا وزي ما الاستاذ الفنان العظيم محمد صبحي قال انه الفنان اختيار، فربنا علمني حاجه في هذه التجربه انه ممكن من خلال مشهد واحد يبقى ليك دور، وان ممكن ربنا يستخدم اي ممثل من خلال مشهد واحد فقط، ولكن الاختيار طبعا هو يستحق، لان وزارة التضامن والوزيرة الدكتورة غادة والدكتورة عمرو عثمان الحقيقة عملوا مجهود جامد جدا علشان يثبتوا ان هناك من يقدم فنا يبني ولا يهدم، واحنا يعني فخورين بالمسلسل. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من عرب وود، كل اخبار الفنانين اللي بتستنوها معانا فريش هنا في عرب وود. استنونا بكره طبعا يا كريم في حلقه جديده من عرب وود، ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر، ودلوقتي هنقول لكم باي باي. هتوحشونا.